طب نذاكر تاني او نراجع تاني. دي البي 29 اللي هي فيها اربع محركات اللي رامت القنبلة الذرية على اليابان من سنة وتعمل السنة 44، وشايف الجناح بتاعها طالع من الجسم بتسعين درجة. دي بقى الحاجة الحديثة اول، لما تيجي تبص عليها تلاقي الجناح بتاعها طالع من الجسم مايل لورا وشغالة نفاس، ودي احنا شفناها في ال دي هتبقى البي برضو، البي يعني البونج. دي انا بقى قبل ما اروح نشوفها اعتقد دي البونج 52، دي البونج 29، ودي البونج 52 شكلها مسكينة مصدية قوي. دي احنا شفناها هناك، ادي النفاثات بتاعتها. طبعا دي ما فيش فيها سلندر، النفاث ما هو الا مكبس هواء يكبس الهواء ويضغط، يضغطه جامد ويرمي فيه الوقود الكيروسين اللي هو الجاز ويولع ويدفع، يدفع بطريقة بقانون نيوتن الثالث اللي هو كل فعل اللي رد فعل مساوي في الاتجاه مساوي في المقدار ومعاكس في الاتجاه. ودي من جوه، كل دي قلب الطيارة، ده أخطر جزء في الطيارة على فكرة. ده مش بتاع بس، ده مش بتاع بس رفع العجل، بص ده مش بتاع بس رفع العجل، الدوائر الكهربية دي، كل اللي أنت شايفه من الدوائر الكهربية دي ده بتاع الطيارة برضه. فيها دنيا تانية في الداخل، كل الأسلاك دي أي سلكة تلزق في التانية تعمل لك مصيبة.